السلام عليكم، والله مسيكم بالخير ويبارك فيكم، وفقنا الله وياكم يحب ويرضى. ما بعد، اسال الله منا وكرمه ان يوفقنا وياكم جميعا ونسلم وننفع ما نقول، اللهم امين. العلبه هذه ما نزلت كبد الحوت فاضيه، ولكن عبيناها ثلاث امور باذن الله نافعه بالربطه، يعني يحتاجها الطير، لان كثير من الطيور يكسر شنو؟ يكسر ريشة، لا حذف الريشة، راح وقام يطقطقها يكسرها، سبحان الله، هذا في نقص ملاح، فبإذن الله هذا يغنيه عن نقص الملاح، عن كل شيء، يعني أمور كثيرة فائدة بعد الله، يعني أنا أقول لكم يا فائدة بعد رب العالمين. الثلاث الأمور اللي حين راح أذكرها، يعني أنا من الناس في رب العالمين أحط حديهن يعني عند الطير اللي هو الخثاق، ظهر الخثاق العظم هذا أحطه بجنب الطير، الطير ينزل ياخذ من عنده سبحان الله، يكسر من عنده ويرد على وكره. وكنت اطحن اول واحط على العلف، وقشور البيض هم نفس الطريقه، اطحنها واحطها على العلف. السنه هذه يعني دخلت معاها اللي هو السمك المجفف، السمك المجفف شفناه يعني عند ابو حامد ذكره انه يعني ينشفه مدري شلون، يمكن يغسله، قال خمس غسلات اظن اذا ماني غلطان، انا غسلت خمس غسلات تقريبا من فضل رب العالمين يعني، وطحناه صار نفس البودرة، وضفنا عليه شنو؟ القشور البيض طحنته وحطيته معاه، ظهر الخثاق طحنته وحطيته معاه، فضل رب العالمين ثلاث أمور كلها بعد الله فائدة يعني ونافع على الطير بإذن الله ما تضر، واستخدام عاد بتعطي بأسبوع يعني مرتين بإذن الله ما يضر. لأن بعض من الناس يقول يعني أنا أعطي مكمل غذائي، يعني مكمل غذائي يفيد الطير بكذا أمر، أنا أقولك نعطي مكمل غذائي ونلقى الطير مكسر الريش بجنب لا قط ريش تنزل وكسرها وصعد على وكرة، صارت واجد صارت. فأنت يعني لا تجعل على الطير أي شيء، دام عندك يعني الأمر هذا، هذا أمر سهل وانت تجمع بيدك، يعني كله سهل فضل الله متوفر الحمد لله والأمور طيبة، أجمعه وأضبط أموري وأحط الطيور يعني كل أسبوع أحط لها مرة مرتين، يعني فائدة بعد الله. هذا أمر أحببت أن نفيد فيه، عسى الله يا رب ينفع بما نقول وأن يوفقنا وياكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.